سيظل أهم جون الواحد عاشه كمشجع هو هدف أفشة. والدنيا اتقلبت، كان يعني فرحة هستيرية. لا، نشيد الكاف الواحد لما بيسمعه برضه بيتخطف معاه. قعدنا اعتقد سنين مستنيين حاجه زي كده. للامانه من الحاجات برضه اللي خلت الجمهور بيتعلق اكتر بالبطولات الكاف والكاف شامبيونز ليج، ان الكاف على مدار السنين كان بيطور من البطولات وبيخلي ليه الهويه بتاعتها اكتر واكتر، يخليه الناس ترتبط بيها. لو قدامها اي ماتش اوروبا ولا اي حاجه، لا انا هتفرج على كاف شامبيونز ليج. سيظل أهم جون الواحد عاشه كمشجع هو هدف أفشة واللحظة اللي الواحد عاشها. أول ما الجون جه قعد طبعاً في الشقة صوت وهلل بطريقة مش طبيعية. كانت اكتر يوم القاهره اتقلبت فيه بالنسبه لي، يعني الاهلي يكسب تشامبيونز ليج واللحظه اللي الواحد عاشها والبطوله دي تحديدا، لان كمان ظروفها تتكلم النادي الاهلي كان من 2013 ما خدش اللقب، يعني عمره ما هيتكرر تاني اكيد، لانه اول ديربي افريقيا بينه وبين الزمالك، وكان ساعتها يعني الناس كلها مستنيه الماتش ده. فانت رحت النهائي ده وانت مشحون بحاجات بقالها سنين، تراكمات كلها طلعت في احتفالك بجون أفشة، فهو أهم جون في تاريخ النادي الأهلي. أبو تريكة في الصفاقسي، أكيد أبو تريكة في الصفاقسي. يعني أنا كنت متوقع ساعتها، أنا فاكر اليوم ده، إن أنا كنت متوقع إن إحنا هنكسر 2-1 مش 1-0، والماتش مشي إن الأهلي ماشي بيضيع وبيقرب وبيضيع وبتاع، وما كانش فيه برضه البيليف بتاعت دلوقتي مثلا، واحنا عندنا بيليف ان الاهلي هيلعب للاخر في ماتش اواي، فاهم؟ فالماتش كان رايح جاي، بس كانت فرحه هستيريه لان هو الجون جه صدمنا كلنا. شوارع القاهره بتبقى عامله ازاي؟ الدنيا بتتقلب بعد النهائي كان الشامبيونز ليج في شوارع القاهره، ما يعني اعتقد في سنين كتير حتى في نهائي القرن 2020 بتتكلم في الامور، رغم طبعا يعني وقتها كان في حاله الاغلاق بتاع الاماكن عشان خاطر كورونا، والناس بعد المباراه كانت موجوده في الشوارع ولا كان يعني ايام بذكريات 2006 و2008 وفترات اللي هي الناس بتبقى موجودة على طول في الشوارع، فتلاقي الشوارع كلها الناس فيها مبتسمة. شوارع القاهرة بتبقى يعني لما الأهلي بيكسب أكيد بتبقى مليان على آخرها يعني، وبنروح نحتفل طبعا كده كده كل يوم بنكسب عند النادي مع الجماهير ومع الفرقة كلها طبعا. الشغف ليها ده مختلف، التاريخ اللي بتعمله فيها بيبقى مختلف، فأكيد وضع دوري أبطال أفريقيا أعتقد لكل مشجع أهلاوي دلوقتي بقى ليه حاجة كده معينة يعني.